مع الحدث. أهلا بكم مستمعينا مع الحدث، المؤتمر العربي السادس للترجمة، الترجمة والمعرفة والتنمية، وترجمة من المواضيع المهمة جدا كونها مدخل حقيقي وواسع للمعرفة والتنمية والاقتصاد. هذا الحدث ينظم النادي الثقافي. معنا في هذه الدقائق الأستاذ يعقوب بن مبارك بن سليمان الخنبشي، المدير الإداري والمالي بالنادي الثقافي بمجلس إدارة النادي الثقافي. أستاذ يعقوب، صباحاتك خير، أهلا وسهلا. صباح النور، كيف حالك سهدة؟ صباح الأخوة المستمعين، أهلا وسهلا بك وصباحاتك خير بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا، أهلا فيك. دعنا نتحدث عن هذا المؤتمر كونه هو المؤتمر السادس للترجمة، أبرز ما سيحوي سواء كان من أوراق عمل أو محاور. محاور المؤتمر، المحور الأول طبعا هناك ثلاثة أيام، بدأ المؤتمر من أمس ويستمر اليوم وإلى غدا إن شاء الله. سيناقش عدة محاور. المحور الأول إسهامات الترجمة في صناعة المعرفة وأثر استخدام اللغة العربية وتطويرها. سيشمل المحور هذا دور الترجمة وإسهاماتها في بناء المعرفة، وكما سيشمل المحور اللغة العربية وأثرها في المجتمع من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية. في المحور الثاني أيضا سيكون اللغة العربية ودورها في صناعة المعرفة والمفاهيم وسبل إغناء اللغة العربية ومصطلحاتها. سيكون أيضا سيتطرق هذا المحور إلى اللغة العربية وأدواتها واستخداماتها ومعالجتها للمفاهيم والأسس المعرفية. كما أيضا سيشمل هذا المحور الترجمة وما يستجد فيها من مصطلحات لغوية. في المحور الثالث سيكون عن دور الترجمة في التنمية الاقتصادية. طبعا سيشمل المحور الترجمة وعلاقتها بسوق العمل وتنميتها اقتصاديا. أيضا في المحور الرابع اللي هو البرمجيات الحاسوبية وإمكانياتها، طبعا سيركز في هذا المحور على البرمجيات الحاسوبية وإمكانياتها وأنواعها التي تسهم في تطوير الترجمة. في المحور الخامس ستكون ترجمة مصادر المعلومة المفتوحة في الدقة والتظليل، الكم الهائل من مصادر المعلومات المفتوحة وتصنيف جودتها وسياقتها ومدى دقة الترجمة والهدف والأساليب المساهمة التي تجعلها مضللة وغير دقيقة، وعكس ذلك وأثرها الإيجابي والسلبي على مستقبل اللغة والترجمة والمصطلح والمجتمع أيضا. يعني محاور جدا مهمة، ويعني من قلب ما نحتاجه عندما نتكلم عن البرمجيات الحاسوبية وإمكانياتها، دور الترجمة في التنمية الاقتصادية أو ترجمة مصادر المعلومات المفتوحة كمحور أخير بين الدقة والتضليل. هذا هو المؤتمر السادس أستاذ يعقوب. نقول يعني هناك مؤتمرات سبقت هذا المؤتمر، إلى أي درجة هذه المؤتمرات بالفعل تخرج بما يخدم الترجمة ويخدم المتلقي العربي؟ بلا شك أن هذه المؤتمرات أولا في البداية أنه عمان نظمت سابقا يعني في فترة من فترات المؤتمر الثالث والرابع والآن السادس للإشارة إلى هذا الجانب. هذه المؤتمرات بلا شك أنها تساعد في كسب ثقافة جديدة بين الشعوب ونقل ثقافة الأفكار وتداخل بعضها البعض والتواصل الحضاري بين الأمم عبر التاريخ، مما يخلق جيل متقدم واعي له رؤيات مختلفة، له إمكانيات مختلفة، قادر على التواصل، قادر إلى النظرة الإيجابية في المجتمعات الجديدة المعاصرة، سهولة التواصل وما شابه ذلك. يعني أنه هناك علاقة جدلية بين الترجمة والمعرفة والتنمية. نعم. يعني تساهم هذه الترجمة في تعزيز المعارف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في على مستوى البلدان العربية والعالمية. طيب حاليا أبرز التحديات التي تواجه الترجمة دعنا نقول في العالم العربي كمحتوى متوفر من ما يعني يقدم من منتجات
فكرية عربية تترجم إلى طبعا اللغات أخرى أو حتى العكس؟ هو أشار الدكتور خالد البلوشي أمس في ورقته على أنه النص الأصلي للترجمة أيضا يصبح نصوص متنوعة ومتعددة أثناء القراءة. يعني هذا من أهم التحديات، أنت عندما تترجم نص معين أو كتاب معين مثلا قديم له فكرة في ذلك الوقت وله نظرته في ذلك الوقت، وتأتي أنه تأتي به إلى الألفية الحالية وإلى المستقبل القادم، وأن تنقل هذه الترجمة بكافة حذافيرها، هذه هو أبرز الصعوبات التي تواجه النص. أيضا يعني هناك تختلف رؤية النص حسب انتماءات الكاتب والمترجم وخلفية المسبقة سواء الدينية أو الفكرية أو الاجتماعية، وبالتالي مدى انعكاسات المترجم هذا على النص الأصلي. هي إذن تحديات كثيرة، ولكن نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ يعقوب في اليوم، وسنتابع هذا المؤتمر في حلقة قادمة، المؤتمر العربي السادس للترجمة. شكرا جزيلا أستاذ يعقوب بن مبارك بن سليمان الخنبشي، المدير الإداري والمالي بالنادي الثقافي.